أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت هيومان رايتس ووتش تقول إن القوات الأمنية استخدمت القوة القاتلة ضد متظاهرين في البصرة. وجاء في العربي الجديد: العراق استعداد لتظاهرات موحدة وديات حكومية لذوي قتل الاحتجاجات. في المدى ترجيحات باستبعاد 10 مرشحين تلاعبوا بأصوات النازحين. وفي المستقبل اللبناني تهديد إيراني بتنفيذ عمليات عسكرية في كردستان العراق. في الشرق الأوسط دمشق وتل أبيب تختبران اتفاق فك الاشتباك. وفي القدس العربي ترامب يقول إنه مستعد لاتفاق حقيقي مع إيران حول البرنامج النووي. أما الحياة فكتبت عن بيونغ يانغ أنه يقول بيونغ يانغ تفكك موقعا لإطلاق صواريخ وسيول تدرس سحب قوات من الحدود. أهلا بكم. من وجهة نظر قادة الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق، فإن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الجنوب هي نذير شؤم يشير إلى اقتراب لحظة الهروب العظيم. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الاحتجاجات السلمية قد لا تنجح، تلك في إسقاط نظام الحكم الذي يتمتع بحماية إيرانية ومباركة أمريكية، غير أنها بالتأكيد أنهت أسطورة الحكم الشيعي الأبدي. لم يعد مقنعا بالنسبة للشيعة أن يكون الحاكم شيعيا، لقد ضاعت عراقيتهم ولم تنفعهم شيعتهم في شيء، لم يربحوا شيئا مقابل ما خسروه بعد أن استعملهم قطاع الطرق غطاء لعمليات النهب العظمى التي مارسوها وهم يسرقون ثروات العراق. ها هم يطلقون الرصاص على شبابهم المحتجين على انعدام الخدمات وانهيار البنية التحتية والبطالة والفساد الذي ضرب كل مفصل من مفاصل الدولة. اليوم يشعر شيعة العراق بالعار لأنهم وبسبب احتماء الحكم بشيعيته كانوا سبباً في تفكيك العراق وتدمير عدد من مدنه وتبديد ثرواته النفطية وطي صفحته بلداً زراعياً وصناعياً إلى الأبد. لقد صار واضحاً أن حكام العراق قد بددوا ثروة العراق من خلال توزيعها حصصاً بين شيعتهم، فلم يبقى منها شيء للعراقيين شيعة أم سنة أم أكرادا. تفننت تلك الأحزاب في ابتكار ممرات تتسرب من خلالها ثروة العراقيين فلا يصل منها إلى أيديهم شيء. هناك المجاهدون والسجناء السياسيون ولاجئو مخيم رفحة والمنفيون ممن غادروا العراق قبل 40 سنة، وشملت مكرمات حزب الدعوة كل من انتسب إليه في بداية الغزو من عراقي الداخل. الكاتب يقول إنه إذا ما كانت الأحزاب الحاكمة تراهن على الحماية الإيرانية في الحد من تأثير تلك الاحتجاجات، فإن تطورات الصراع الأمريكي الإيراني تشير إلى أن تلك الحماية لن تستمر طويلاً، وهو ما يعني أن نظام الحكم الفاسد في العراق إذا لم تسقطه التظاهرات فإن سحب الغطاء الإيراني سيؤدي إلى اختفائه بعد أن يفر الفاسدون. في الأسبوع الأخير وصلت التظاهرات التي بدأت بشكل عفوي في مدينة البصرة إلى بغداد مروراً بكربلاء والنجف والسماوة وبابل، وعلى الرغم من أن المظاهرات والاعتصامات خاصة بساحة التحرير ليست غريبة على العاصمة التي تبنتها منذ عام 2011 بشكل دوري تزامناً مع انتفاضات الدول العربية،
إلا أن انتقالها هذه المرة بهذا الحجم من أنحاء أخرى من العراق إلى العاصمة يثير الانتباه، حيث شحنت مشاعر الغضب طاقة من كانوا مثابرين على الاحتجاج ضد الفساد منذ سنوات. هذا ما أشارت إليه هيفاء زنقنة في مقالها المنشور بصحيفة القدس العربي. من يصغي إلى أصوات المشاركين بالتظاهرات سيعرف مدى ما تحمله المواطنون جراء فساد وفشل الأحزاب السياسية الحاكمة في تقديم أي شيء للمواطن خلال 15 عاماً المنصرمة، وأن الاحتجاج على انقطاع الكهرباء والماء المتفاقم هو فعل تأخر طويلاً. المفارقة اليوم هي اتهام المتظاهرين المطالبين بأبسط الحقوق بأنهم أعداء العراق، أما إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين فإنه معلومات كاذبة وملفقة تصر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نشرها، فما الذي ستحمله الأيام المقبلة؟ تدل المؤشرات على أن الأحزاب الحاكمة وميليشياتها المسلحة لن تتخلى بسهولة عن غنائم الفساد وولائها الخارجي، وأن إعلانها نية الإصلاح والقضاء على الفساد يعني بالواقع القضاء على نفسها. كما تذكرنا الاتهامات الموجهة ضد المتظاهرين بفترة الإعداد للقضاء على تظاهرات واعتصامات الفلوجة السلمية. المفارقة هي أن تهمة الإرهاب والداعشية التي وجهت إلى أهل الفلوجة والموصل وبقية المتظاهرين عام 2013 هي ذات التهمة الموجهة إلى متظاهري البصرة وكربلاء والنجف والسماوة والناصرية اليوم، فهل سيكون مصير تظاهرات هذه المدن كالسابقات؟ الكاتبة تقول إن مساومات المحاصصة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مهزلة الانتخابات وتدخل المرجعية الدينية وسفح الوعود بالأطنان وحرباوية موقف مقتدى الصدر بالإضافة إلى الترويع والاعتقالات والتعذيب، تقول إنها يمكن أن تعيد المتظاهرين إلى بيوتهم ويمد الفاسدين القدامى الجدد بالحياة بضعة أشهر أخرى لا غير. لأن المشكلة بشأن العراق تجاوزت سؤال ماذا بعد الانتخابات البرلمانية إلى سؤال ماذا بعد انتفاضة البصرة، فقد تذاكى زعيم ميليشيا بدر هادي العامري متطوعا لتسويق نظرية الاعتراف والاعتذار وطلب العفو من الشعب العراقي. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربي الجديد أن العامري يراهن على ذاكرة العراقيين المتعبة كي يحصل هو والطبقة السياسية على شهادة حسن سلوك ولو مزورة تؤهله للبقاء في نادي السلطة 15 عاما أخرى، أو ريثما تستطيع إيران التي يدين لها بالولاء إخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي حيث ترقد في غرفة العناية المركزة وإنقاذها من الموت. العامري نفسه أنكر سابقا أن يكون في العراق فقراء أو عاطلون، وزعم أن الفقر في العراق أكذوبة وأن كل شيء في العراق متاح لجميع المواطنين من دون مقابل، الماء والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية والبطاقة التموينية، في حين أن كل التقارير والإحصاءات الرقمية الصادرة عن منظمات دولية وإقليمية معتبرة كشفت أن الدرك الذي وصل إليه الحال في العراق وهي انتفاضة البصرة وكل العراق تكذب ادعاءات العامري وتدفعه إلى التراجع والمسكنة وطلب العفو. والمضحك المبكي أن العامري هو نفسه الذي اصطف مع الجيش الإيراني وحارب جيش بلده في حرب السنوات الثمان، وهو من تولى التحقيق مع الأسرى العراقيين في الحرب وأشرف على تعذيبهم. هذا كله عدا ما ارتكبه في أثناء تسنمه منصب وزارة النقل. عبر هذا السجل العريض من الموبقات لم يستطع العامري أن يتقدم خطوة شجاعة واحدة بعد اعترافه المتأخر وأن يعرض استعداده للمثول أمام القضاء لتبرئة ساحته، أو على الأقل أن يقرر اعتزاله العمل السياسي.
هنا لا يستطيع المراقب المحايد أن يرى في اعتراف العامري واعتذاره سوى صورة هزلية لواقع حال الطبقة الحاكمة في العراق. الكاتب يؤكد أن هادي العامري ليس النموذج الوحيد من بين رجال العملية السياسية الذين يصطنعون في الوقت الضائع صحوة ضمائرهم وندمهم على ما ارتكبوه ضد شعبهم ووطنهم واعترافهم بفشلهم في إدارة البلاد، فقد أفصح آخرون بحسب الكاتب عن مواقف مماثلة. إياد علاوي ونور المالكي وعمار الحكيم وغيرهم فعلوا ذلك، فالشيطان كما يقول شكسبير في سعيه إلى تحقيق مأربه قد يلجأ إلى ترتيل الكتاب المقدس. يطل خطيب الدعوة عامر الكفيشي كل جمعة بخطبة من قناة حزبه هدفها تحشيد الكراهية للدفاع عن الإسلاميين بعد أن اشتد انتقادهم على ما ارتكبوه من فساد واغتيالات نسبت إلى أجهزتهم الحزبية، بينما يشن أبو مالك يوسف الفيشي القيادي في الحركة الحوثية باليمن هجوماً كبيراً على التظاهرات في العراق متهماً المتظاهرين بالدعشنة. رشيد الخيون يتساءل في صحيفة الاتحاد الإماراتية إذا كان كفيشي متضايقاً من الدعوة المظاهرات العراقية لأنها ضد حزبه، فما الذي جعل القيادي الحوثي وهو المقيم بصنعاء يتضايق من التظاهرات العراقية وهي لم ترفع لافتة ضد حركته؟ غرد القيادي الحوثي في حسابه على تويتر قائلا إن المظاهرات في العراق ظاهرها مطلبي وباطنها داعشي، يراد لها أن تتمدد إلى طهران. هنا لم يعد الأمر غريبا مع أن الإيرانيين سبقوا العراقيين إلى التظاهر، وكادت ولاية الفقيه تتزلزل بعد انتخابات 2009 لولا أن المرشد الإيراني أسعف الموقف وألغى النتائج والتي كان بموجبها تيار مير موسوي ومهدي كروبي على وشك تسلم رئاسة الجمهورية، وعندها ستكون الولاية التي يقدسها أبو مالك الفيشي وعامر الكفيشي على قلق، غير أن الأمور سارت على غير طبيعتها فاعتقل كروبي وموسوي وما زالا غير طليقين. ما بين حزب الكفيشي وجماعة الفيشي أن خصومهما يعدون خصوما لله، وكل منهم يبحث عن سبيل إلى الحاكمية. الأوطان عندهما لا قيمة لها إذا لم يكن قرارها بيد الولي الفقيه، فالقلق من التظاهرات العراقية قلق على ما صرح به علي أكبر ولايتي، مؤكدا لمسؤول الأمن الوطني الدعوي أن الوحدة القائمة بين إيران والعراق إلى جانب سائر شعوب المنطقة تحمل رسالة واضحة وصريحة إلى الأمريكيين، مفادها أنه لا مكان لهم في مستقبل المنطقة. الكاتب يقول إن أمثال الكوفيشي والفيشي لا تحدهما حدود الجغرافيا ومصيرهما المشترك قد تقرره التظاهرات العراقية، فالغرور بقدسية الولاية أسقطه أهل البصرة بهتاف إيران برا برا، البصرة تبقى حرة. أبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تل أبيب لن تسمح بترسيخ الوجود الإيراني في سوريا حتى أبعد من 100 كيلومتر عن الجولان المحتلة. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن الرفض الصهيوني حسم الجدل حول ما تردد في الآونة الأخيرة عن صفقة بين تل أبيب وبين موسكو تهدف إلى تحجيم الوجود الإيراني في سوريا وفقا لمجموعة شروط يتفقان عليها وتقوم طهران بتنفيذها. عمليا يعتبر التسريب الإسرائيلي عن العرض الذي حمله لافروف بمثابة الإعلان الرسمي عن فشل الصفقة، وبالتالي تعطيل أهداف الزيارة الروسية التي يبدو أن موسكو توليها اهتماما بالغا، لأنها تتزامن مع تقدم قوات الأسد باتجاه مناطق وقف إطلاق النار في الجولان، والذي حصل نتيجة ضوء أخضر أعطته تل أبيب لنظام الأسد يسمح بعودته إلى المناطق التي خسرها بعد اندلاع الثورة السورية. قرار تل أبيب الاستمرار في الحفاظ على نظام الأسد
ومشاركتها في محاولة إعادة تعويمه وحصر تنفيذ هذا القرار بينها وبين موسكو. حول طهران التي خاضت أشرس حروبها دفاعاً عن الأسد إلى الخاسر الأكبر في الصراع على سوريا، خسارة سعت طهران منذ مدة إلى تجنبها وإلى الحد من تداعياتها، وعملت على تقديم كافة الضمانات من أجل إقناع اللاعبين الكبار بضرورة إبقائها ضمن دائرتهم بهدف الحفاظ على مصالحها في سوريا. فتل أبيب التي باتت ترسم توازنات الصراع على سوريا غضت الطرف باكراً عن الوجود الإيراني عندما لم تتوفر أي قوة قادرة على حماية نظام دمشق، ثم رحبت بالتدخل الروسي إلى أن اقتربت مرحلة الحسم التي تفرض على موسكو إعادة ترتيب أولوياتها في سوريا. وبحسب الكاتب فإن الشروط الإسرائيلية تعقدت مهمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ولم يعد مستبعداً أن يعود إلى موسكو دون نتائج ملموسة بعدما رفضت تل أبيب تفهم الحاجة الروسية الملحة للوجود الإيراني في أنحاء سوريا، وسلمته دفتر شروط لا يمكن لموسكو القيام بتطبيقه ولا حتى إجبار طهران على تنفيذه بعدما وصلت الهندسة الإسرائيلية لمستقبل سوريا التي يحكمها الأسد إلى مرحلة تحدد فيها لكل طرف مهمته بعيداً عن حجم ما قدمه أو ما استثمره. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً لعلي أنصاري أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة سان أندروز البريطانية، يؤكد فيه أن الأزمات الداخلية المتزايدة واحتمال اندلاع تظاهرات جديدة داخل إيران هي الهاجس الأكبر للنظام الإيراني في الفترة الحالية، وليس الإدارة الأمريكية والتهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب كما يرى كثيرون. الكاتب يرى أن تأثير دبلوماسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ساحة وسائل التواصل الاجتماعي يتمثل في خلق المزيد من الحرارة أكثر من الضوء، مشيراً إلى أن حملة التغريدات الأخيرة بخصوص إيران تدلل على أن ترامب يتصرف كما يتوقع منه وليس هناك أمراً غريباً. ويوضح الكاتب أنه رغم الصمت الذي استقبلت به إيران تغريدات ترامب إلا أننا يمكن أن نتوقع أن الرد سيأتي قريباً عن طريق تصريحات من الحرس الثوري الإيراني أو المرشد الأعلى والمسؤولين في الخارجية، خاصة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير الكاتب إلى أن القوميين الإيرانيين لهم خبرة كبيرة مع تلك المواقف، فقد كانوا موجودين ليشاهدوا صعود واضمحلال امبراطوريات كبرى عديدة. ويشكك الكاتب في الربط بين المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران وقيام المحافظين بتوسيع سلطاتهم في إيران، مؤكداً أن إيران تواجه أزمات داخلية متفاقمة بسبب المشاكل البنيوية في الاقتصاد الإيراني ونقص الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، والذي يتمثل بشكل أقوى في أزمة نقص المياه. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن هذه المشاكل والأزمات موجودة منذ عقود في إيران، ولا يمكن للنظام أن يلقي باللائمة فيها على عتبات الشيطان الأكبر، مضيفا أن العقوبات الأمريكية ربما تكون قد أضافت الملح للجروح الإيرانية، لكن الشعب الإيراني يعرف جيدا أن هذه الجراحة قد تسبب أو قد تسبب فيها النظام بنفسه. من الأخبار المنوعة اخترنا لكم خبراً من اليابان، حيث تختبر اليابان مشروع المسجد المتنقل وتسعى من خلاله إلى حل مشكلة نقص المساجد في البلاد قبيل انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2020.
وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فإن المسجد يستوعب 50 مصليا، وتبلغ كلفة الشاحنة التي تحمله نحو 100 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 900,000 دولار، إلا أن الشركة ألمحت إلى تخفيض السعر. وأظهر مقطع فيديو سيارة المسجد من الداخل والخارج، ويتوقف المسجد بالأماكن التي لا يوجد فيها مساجد، وينزل من السيارة سلم ليصعد عليه المصلون، كما يتضمن المسجد أماكن لوضوء المصلين. وأعرب رئيس المشروع ياسوهارو إينو عن أمله في توفير مكان يستطيع فيه الرياضيون والمشجعون أداء الصلاة. عجيبة هذه اليابان. الآن إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد من صدى الأقلام. نلتقيكم لاحقا على خير. إلى اللقاء.